بأجزاء بشرية وأجزاء آلية متطورة. الطفل السايبورغ SCP-191 الفئة سيف. معكم خالد من قناة علم الأساطير، وقبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى دعمك باللايك والاشتراك في القناة، ونبدأ في الفيديو. SCP-191 هي طفلة بشرية تم تعريضها لعدد من الاختبارات والعمليات والتجارب المتعلقة باستبدال أجزاء من البشر بأجزاء آلية وتقنيات حديثة، وبإجراء هذه التجارب عليها أصبحت سايبورغ، نصف بشري ونصف آلي. الأجزاء الآلية اللي تم استبدالها في SCP-191 لما كانت بشرية بشكل كامل: أولاً 80% من النصف الأيسر من الوجه والجمجمة، مع استبدال العين والأذن بنظام إرسال واستقبال معقد ومتطور يسمح لها بالتقاط جميع أنواع الموجات الراديوية والكهرومغناطيسية وأشعة جاما عالية الطاقة. تم استبدال الفك السفلي والأسنان والحنجرة بهذا الشيء المعدني الشبيه بالقناع، وبدل الرئتين تم وضع جهاز لتنقية الهواء. وبسبب هذه التعديلات SCP-191 ما عندها القدرة على الكلام، وبعض الأحيان تعاني من ضيق في التنفس. في يدها اليمين عند الساعد تم وضع منافذ إدخال وإخراج بيانات قديمة وحديثة، ومنها منفذ USB ومنفذ إيثرنت اللي تركب فيه كابلات الإنترنت، ومنفذ فاير واير، وثمانية منافذ أخرى. وكل هذه المنافذ تمكنها من استقبال وإرسال جميع أنواع البيانات. في دماغ SCP-191 تم زراعة معالج ب 24 نواة، بروسيسور 24 كور، وهذا المعالج يمكن SCP-191 من قراءة وكتابة كل البيانات اللي يتم استقبالها بدون الحاجة لأي شاشة. والاتصال ونقل البيانات الداخلية في جسد SCP-191 يتم عن طريق كيبلات الألياف الضوئية اللي تم زراعتها في جهازها العصبي. وزراعة هذه الألياف في جهازها العصبي سبب لها أضرار في مهاراتها الحركية. تم استبدال اليد والقدم اليمنى بيد وقدم آلية مصنوعة من الفولاذ ومعادن أخرى، والأنسجة المكشوفة المتوصلة باليد والقدم تكون متعرضة للالتهابات. لهذا السبب من فترة لأخرى يتم حقنها بمضادات حيوية، والآلام الناتجة في الأطراف تستطيع SCP-191 أنها تقلل نسبة الشعور فيها، وأيضا تستطيع التحكم بالإحساس بدرجة الحرارة في أطرافها. تم تبديل القلب والأوعية الدموية الرئيسية بأوعية صناعية وقلب صناعي ميكانيكي، وتم تحديد أن هذا النظام الميكانيكي بيخلي جسم ووظائف SCP-191 تشتغل وتتحرك مرة ثانية بعد موتها، ومن الممكن أن هذا الشيء قد تم بالفعل. الجهاز الهضمي لـ SCP-191 تم التعديل فيه، والنتيجة أن تناول الطعام بانتظام نفس البشر أصبح غير ضروري. غير هذه التعديلات تم إزالة أجزاء كبيرة من الجسم، وتعديلات ما تقل عن 15 تعديل غير معروف الغرض منها. يعتقد أن كل هذه التجارب والتركيبات عشان يتم معرفة هل تركيب الآلات وتقنيات وأطراف آلية ممكن يصير أم لا. وفي الوقت الحالي أي نظريات عن سبب هذه التعديلات ما هي إلا تخمينات، لأن الدكتور اللي قام بهذه العمليات مات أثناء المداهمة اللي قامت فيها المنظمة عليه. والسجلات الباقية اللي لقتها المنظمة عن SCP-191 هي دفتر ملاحظات نصف محروق، وداخله ملاحظات مشفرة عن شيء أكثر غموض من SCP-191. يتم احتواء SCP-191 في غرفة مساحتها 6×6 في الموقع 17 التابع للمنظمة. داخل الغرفة كنبة شبيهة بالسرير ذات إطار خشبي مع وسادة بمقاس 15 سنتيمتر، وشراشف وبطانيات عادية
يتم تعقيم الشراشف والبطانيات كل صباح، ويتم تبديل الكنبة كل 6 شهور، والتخلص من الوسادة بحرقها تبعا للإجراءات. أيضا داخل الغرفة منفذ كهرباء عادي من النوع G، وصندوق طوارئ لقطع الكهرباء، ووعاء أو مكان للتخلص من النفايات السائلة والصلبة. يجب على SCP-191 ارتداء ملابس فضفاضة بدون أكمام مصنوعة من القطن بنسبة 100%، ويتم توفير لبسة جديدة بشكل يومي مع الملابس المستعملة المعقمة. يجب الاستحمام مرة واحدة كل مساء في حوض مملوء بالماء وبكربونات الصوديوم، وبعد الاستحمام يتم فحصها طبيا للتأكد من سلامتها، وفي حال حدث أي شيء تتوفر العناية الطبية على طول. يتم تغذية SCP-191 عن طريق محلول ملحي مكون من فيتامينات ومعادن ومضادات حيوية، ويتم حقن هذا السائل في أنبوب معدني موجود في أسفل عنق SCP-191. لازم يكون في حارسين مسلحين على الأقل داخل الغرفة في كل مرة يكون فيها تعامل أو أي احتكاك بـ SCP-191. SCP-191 تقدر ترعى نفسها بشكل محدود، تقدر تفرغ النفايات وتشحن بطارياتها الداخلية، والأمور الباقية يجب رعايتها فيها. SCP-191 متعاونة جدا ويسهل التعامل معها. لما ما يدخل عليها أفراد المنظمة تكون معظم وقتها جالسة بطريقة عادية أو ضامة رجولها عليها في وضعية الجنين، وغالبا سبب هذه الوضعيات لأنها مريحة بالنسبة لها، فوضعيات الجسم والحركة الطبيعية صعبة بالنسبة لها. لما يتم ربط SCP-191 بأجهزة الكمبيوتر تقوم بتحليل البيانات بشكل سريع، ولكن بالرغم من هذا الأمر ما تستطيع متابعة كلام البشر لما يتواصلوا معها، وعشان تلحق كلامهم لازم يتكلموا بصورة بطيئة. ما تظهر SCP-191 أي مشاعر، ودائما يبدو أن مزاجها مستقر إلى حد غامض لدرجة الكآبة. ولما يقوم باحثي المنظمة بالمزاح والمرح وإظهار روح الدعابة معها ما تظهر أي ردة فعل، ولما تكون موصلة على شاشات الكمبيوتر تكتب في الشاشة إنها على ما يرام. لما تم مداهمة مختبر الدكتور اللي قام بهذه العمليات على SCP-191، غير SCP-191 كان في أكثر من واحد بنفس حالتها، لكن كلهم تم التخلص منهم إما من قبل الدكتور نفسه أو من قبل فرقة المداهمة لأنهم هجموا على الفرقة، وكانت SCP-191 الوحيدة اللي تم التحصل عليها. تم إجراء 3 تجارب على SCP-191 من قبل المنظمة. التجربة الأولى تم تقديم فيديو كاميرا مراقبة لها، وداخل الفيديو سيارة بعيدة من الصعب رؤية لوحتها، وطلبوا من SCP-191 إظهار الرقم. كان من الصعب أنها توضح الصورة، فقالوا لها أن في كاميرا مراقبة موجودة في الخارج، فقامت بصنع فيديو من عندها مطابق لمنظور الكاميرا الخارجية. ولما جاء الباحثين يشوف الفيديو ما استطاعوا التفرقة بينه وبين الفيديوهات الحقيقية من كثرة ما كان الفيديو اللي صنعته يبدو واقعي. الاختبار الثاني أعطوها CD ألعاب وقالوا لها العبي. مسكت CD وحاولت أنها تحطها في الكمبيوتر، ولكن انكسر CD في إيدها، فقامت بتقريب CD لعيونها واستطاعت قراءة كامل CD وتحميل اللعبة في الكمبيوتر بدون CD. التجربة الأخيرة تم توصيل SCP-191 بجهاز الكمبيوتر، وأخبروها أنها ترسم كم صورة في برنامج الرسام. رسمت الصور، وبعدها استخدمت القلم فقط في برنامج الرسام، ورسمت رجل لابس ملابس دكتور حاط المسدس في راسه وحوله ناس مسلحين محيطين فيه. وهذا كان الدكتور اللي قام بالتعديلات فيها لما قام بالانتحار لما داهمته فرقة المنظمة. وهذه نهاية الفيديو، وفي أمان الله.